كاب اف ام الكلمة ليك. أستاذ عبد الوهاب الهاني، بخصوص لقائك مع وزير الصناعة ورئيس الحكومة الجديدة المختار مهدي جمعة، هل كانت في إطار المشاورات يعني بشأن التشكيلة الجديدة للحكومة؟ بالطبع هو كان لقاء في المشاورات الأولية ليس فقط لتشكيل الحكومة ولكن لرسم سياسة جديدة ومنهجية حكم جديدة، لأن الشيء اللي حب عليه المواطن التونسي اليوم أنه مش فقط تغيير الوجوه وتغيير السروج ولكن تغيير المنهجية والسياسات الفاشلة اللي اعتمدتها حكومة الترويكة، هذاك علاش جات الأزمة السياسية الحادة. فلازم نبقاو ديما نتذكروا اللي المطلوب هو تغيير المنهجية وتغيير السياسات. وكان لقائي مع سي مهدي جمعة رئيس الحكومة المختار كان لقاء ودي، قدمت له فيه تصورات حزب المجد أولا لمراجعة السياسات الخاطئة وخاصة العدد الكبير من التعيينات اللي أرهقت كاهل الدولة، ولقيت منه كل التفهم لضرورة مراجعة كل هذه التعيينات المتعلقة بالمكلفين بمهام والمستشارين في الدولة الوزارية وخاصة في ديوان رئيس الحكومة، وعبر لي على اقتناعه التام بأن العمل الحكومي يتطلب الجدوى وأنه المقاييس متاعه بالنسبة لتكوين الحكومة المقبلة هي بطبيعة ثلاثة مقاييس فردية اللي هي الكفاءة والاستقلالية والنزاهة، وتحدثنا على ثلاثة مقاييس جامعية اللي هي ضرورة التوازن الجهوي لتركيبة الحكومة الجاية، أيضا ضرورة التناغم والانسجام داخل الفريق الحكومي، وبطبيعة ضرورة التشبيب حضور الشباب وحضور المرأة أيضا في الفريق الحكومي المقبل. سيد عبد الوهاب، وزارة السيادة، نعم، معلومات حول تغيير أو الإبقاء على وزرائها الحاليين. والله اللي لمسته من السيد مهدي جمعة هو الرغبة في تغيير يعني غالب الفريق الحالي، ولكن لمست منه أيضا أنه يعني قاعد يسأل ويدقق في بعض الوزراء. كان مقترحنا في حزب المجد ضرورة التغيير الكلي لكل الوزراء بما في ذلك وزراء السيادة، وإن تم الإبقاء على وزير أو اثنين في وزارات فنية ويكون وزير ناجح وتتوفر فيه كامل الشروط لما لا. يعني كان تم تجاوب نسبيا؟ والله لاحظنا اللي تم تجاوب، اقترحنا مثلا الإبقاء على وزير التجارة سي جمال قمرة، وزير للتجارة والسياحة والصناعات التقليدية مع ضم الوزارات. بالنسبة لعدد الوزارات هناك يعني مقترحات وبتقليص عدد الوزارات، هل تم التشاور؟ والله اللي تم التشاور أيضا حول هذه النقطة، والمسنا من سي مهدي من جمعة تفاهم كبير اللي هو عنده رغبة في تنفيذ بطبيعة مقتضيات خريطة الطريق والتفكير في حكومة تكون متقلصة، ولكن تقريبا بين 15 و18 وزير، وعبر لي على صعوبة القيام يعني بتجميع بعض وزارات لأنه ممكن تفرقت على بعضها أكثر من اللزوم، وأنه سيقوم بالتجميع على قاعدة النجاعة والجدوى مش فقط يعني لمجرد التجميع، والابتعاد على تجميع وزارات ممكن اللي هي صعيب ياسر باش تتوائم مع بعضها. هل تم التشاور حول منصب وزاري لعبد الوهاب الهاني يعني لك؟ لا لا لا، بالطبع احنا ملتزمين ببنود خارطة الطريق اللي هي واضحة، معناها تكوين حكومة كفاءات مستقلة محايدة انتخابيا. كان رأينا في حزب المجد منذ بداية المشاورات الأولى منذ أشهر الآن أنه كفاءات نجم تعني كفاءات سياسية أو تكنوقراط فنيين، ولكن مجموعة الأحزاب وخاصة حول طاولة 21 ارتأت الاقتصار على الكفاءات التقنية، معناها التكنوقراط البحث، والابتعاد عن الكفاءات السياسية. احنا ملتزمين بروح خارطة الطريق. ثم عبد الوهاب الهاني وحزب المجد احنا مستعدون للخوض غمار المعارك الانتخابية المقبلة باش نخاطب الشعب ونقدموا برنامجنا، ونأمل في أن نحوز وثيقة الشعب التونسي الكريم في الانتخابات المقبلة القادمة. ودورنا مع الحكومة هذه ليس البحث على المناصب ولكن دعم هذه الحكومة حتى فعلا تقطع مع سياسة الماضي، مع سياسة الترويكة، وتكون حكومة كل التونسيين، وتبدل المنهجية متاع العمل وتبني الثقة اللازمة باش نعاودوا ننهضوا باقتصادنا ونوصلوا بلادنا إلى بر الأمان الانتخابي في أقرب الأجل. كاب اف ام الكلمة ليك.